بداية نتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتغطيتكم فعالياتنا واحتفالياتنا العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب الإماراتيين والكويتيين مع بعض. وأتقدم من خلال تلفزيونكم الموقر بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا. ونحن سعداء جدا أن نحتفل بين أخوتنا وأهلنا في بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. أنا سعيد بتواجدي اليوم في بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، وهذه الحقيقة هي مناسبة عزيزة على قلوب كل أشقاء العرب، فدولة الكويت دولة عريقة، ونسعد بتواجدنا وبمشاركة الإخوة الكويتيين. الكويت صراحة أنا أول شيء سعيد بهذا اليوم، وأبارك لأمير الكويت وشعب الكويت الغالي شعب الخليج الحقيقة في هذا اليوم، اليوم الجميل في ثاني طبعا في شهر فبراير، وعيد التحرير وعيد الاستقلال، و57 سنة من العطاء، 57 سنة من الإنجاز في دولة الكويت الشقيقة. الصراحة أنا من الجيل اللي تعلمت الكتب وكل شيء والملابس من الكويت، نكن لهم الحب والتقدير. وكذلك الحقيقة الكويت ساهمت في حتى في المدارس، ساهمت في بناء المستشفيات قبل قيام دولة الإمارات، وبهذا الاحتفال الغالي نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح. يا رب احفظ الكويت وأمير الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكم الشكر ولكم التقدير بإذن الله تعالى. اليوم والله الفرحة فرحة الإمارات، شعب الكويت، شيوخ الكويت، احنا كنا خليج واحد، الفرحة فرحتين، وهي تعتبر فرحة واحدة، فرحة الإمارات فرحة الكويت. هاي المناسبة العزيزة اليوم الوطني دولة الكويت الشقيقة والحبيبة، أتقدم بخالص التهنئة لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، ونتمنى دائما أن نلتقي على خير ودولنا كلها بخير وسلامة. أنا جدا سعيدة بوجودي في هذا المكان الرائع، وأكون جزء من احتفال جدا جميل جدا رائع، وأتمنى من الله تعالى إن شاء الله أنه يحفظ الكويت ويحفظ الإمارات ويحفظ كل دول الخليج إن شاء الله. نرفع أسماء آيات التهاني لشعب الكويت وحكومته، وطبعا احنا وعيد دولة الكويت هو عيد لنا كلنا، فنحن كلنا شعب واحد طبعا. ابارك لشعب الكويت واحب تواجدنا وياهم، لان احنا اصلا شعب واحد وقلب واحد وروح وحده. انا سعيده اليوم، والسبب مشاركتي الامارات، مشاركه الامارات للكويت في الاحتفالات الموجوده اليوم، وما شاء الله حلو. من دار زايد إلى بلد النهار إلى موطن الصباح، كل عام والكويت بخير، كل عام وهي حرة أبية شامخة بأميرها وشعبها.